فقرة زوم نستضيف فيها مشاهدينا الكرام سيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب. سيد مالكي أهلا وسهلا بكم معنا. مرحبا بك. نريد أن نتعرف أولا على أبرز الملفات المطروحة اليوم للتباحث في مجلس النواب. فاليوم تم افتتاح دورة أبريل، دورة واحدة لكن في الواقع فهي دورتين، لأنها دورة استدراكية بارتباط مع ما عشناه منذ تعيين رئيس الحكومة السابق في 10 أكتوبر من السنة الماضية، والآن هناك وضع جديد. بدون شك أن المصادقة على البرنامج الحكومي ستتم خلال الأسبوع القادم، ومجلس النواب سينطلق من جديد على أسس قانونية ودستورية. هناك تأخر حاصل بفعل، تأخر تشكيل الحكومة لأكثر من 5 أشهر، كيف ستتداركون هذا التأخر أولا، خاصة في ما يتعلق بالمواضيع الهامة جدا كقانون المالية؟ ففي الواقع دورة أبريل هي دورة استدراكية، نعم، وبتنسيق منتظم مع الحكومة الجديدة سنعمل على وضع منهجية تكتسي طابعا استعجاليا من أجل ربح الوقت وإشعار الرأي العام الوطني وكذلك الفاعلين الاقتصاديين. كيف سيد المالكي، ما هذه هي الاستراتيجية للمشاكل؟ كيف، ما هي دعائم هذه الاستراتيجية؟ أولا منهجية التحضير، وذلك بتنسيق مع الحكومة الجديدة. فالأسبوع القادم نتمنى أن يتم تقديم والمصادقة على البرنامج الحكومي، ومباشرة بعد ذلك تقديم والمصادقة بعد المناقشة بطبيعة الحال على قانون المالية. طيب، فهذه من اختصاصات الحكومة. طيب، هناك من يتحدث عن تحدي كبير تواجهونه ويتعلق بتجويد العمل التشريعي، ما هي رؤيتكم لهذه النقطة سيد المالكي؟ فأود أن أذكركم أن نسبة كبيرة من النائبات والنواب ينتمون إلى جيل جديد، والفرق النيابية تقوم بمجهود كبير على أساس تكوينات لإعطاء كل الأعضاء أعضاء الفرق ما يكفي من معلومات تقنية لها طابع مالي اقتصادي جبائي تشريعي إلى غير ذلك. بموازاة مع ذلك نحن بصدد تأهيل الإدارة، إدارة مجلس النواب، حتى تكون أكثر احترافية وأكثر فعالية، وحتى نرقى جميعا إلى مستوى دستور 2011 الذي خول لمجلس النواب صلاحيات جديدة. طيب، ما السبيل لأن يكون تحرك البرلمان فيه مبادرات؟ كيف يمكن إنقاذ البرلمان كذلك من التحرك المناسباتي؟ البرلمان لا يتحرك بكيفية مناسباتية، البرلمان يخضع لضوابط الدستور. هناك من يقول أن المواقف تأتي دائما النظام. عفوا سيد المالكي، هناك من يقول أن هذه المواقف تأتي دائما بعد تحرك جلالة الملك أو الحكومة. لا، البرلمان لا يشتغل بكيفية موسمية، أود أن أوضح هذا الجانب. فهو يخضع لضوابط الدستور وكذلك لضوابط النظام الداخلي. بطبيعة الحال جلالة الملك دستوريا هو الساهر على السير العادي للمؤسسات. عندما تكون عطالة على سبيل المثال، جلالة الملك بطبيعة الحال احتراما لروح الدستور ولنص الدستور يتخذ المبادرات الضرورية.
طيب، ملف الصحراء هو القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب، هل تمتلكون استراتيجية واضحة للدفاع عن موقف المغرب من القضية، قضية الصحراء المغربية؟ أولا نحن نثمن الجوانب الإيجابية التي تضمنها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لأننا اعتبرنا بأنه أكثر واقعية وأكثر حذر حتى على مستوى المصطلحات. على مستوى الدبلوماسية البرلمانية اتخذنا عدة مبادرات من خلال الاتصال بمؤسسات برلمانية، أساسا البرلمان الأوروبي، وهذا عمل منتظم نقوم به من خلال مجموعة عمل مشتركة بين البرلمانين. وأود أن أؤكد لكم بأن رئاسة البرلمان الأوروبي حاليا جد منفتحة ومتفهمة لقضايانا الكبرى وعلى رأسها القضية الوطنية. هل لديكم استراتيجية للتحرك مستقبلا للتعريف أكثر بموقف المغرب؟ كيف ستتعاملون كذلك مع بقية البرلمانات الموجودة في الدول ذات التأثير الكبير؟ فنحن نعتبر على ضوء التطورات الأخيرة من خلال عودة المغرب للاتحاد الإفريقي كإحدى ثمرات السياسة الدبلوماسية الملكية، أن الأسبقية رقم واحد مرتبطة بمدى تواجدنا وفعالية تواجدنا داخل المؤسسات البرلمانية الإفريقية. نحن الآن بصدد الانخراط من جديد ببرلمان عموم إفريقيا، وكذلك نحن بصدد الانخراط بالبرلمان الجهوي للدول الإفريقية التي تنتمي إلى غرب إفريقيا. فهذا التحول الدبلوماسي الرسمي لابد من مواكبته على مستوى الدبلوماسية البرلمانية. طيب، انتخبتم قبل أسابيع على رأس الاتحاد البرلماني العربي، هنيئا لكم. كيف سترفعون هذه المسؤولية الكبيرة؟ فكما نعلم جميعا الوضع العربي وضع مأساوي لعدم مواقف موحدة واستمرارية التنسيق في اتخاذ المواقف مع الأسف الشديد. لكن هذا البرلمان العربي الاتحاد البرلماني العربي هو إطار للتنسيق للتشاور. وضعنا خطة من أجل تأسيس لحوار ثلاثي إفريقي عربي أوروبي كي نعرف بقضايانا بعدالة قضايانا في الأشهر القليلة القادمة. السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا على التوضيحات التي قدمتموها لقناة ميديا تي في، نتمنى لكم التوفيق. نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير، نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.